راديو الأهرام يقدم اقلب الصفحة. اقلب الصفحة مع محمد شمروخ. حلقة النهاردة مع واحد من أجمل وأمتع وأروع الكتب الذي أدعوك لقراءته إن لم تكن قرأته من قبل، وأدعوك لإعادة قراءته ولو كنت قرأته مرارا قبل ذلك. كتاب أنا بعتبره كتاب لا غنى لأي مكتبة عربية عنها عنه، كتاب رب أجيال كثيرة، وجه عقول كثيرة، نبه عقول كثيرة. كتاب أنا بعتبره من كتب المؤسسة لعقل المثقف المصري في الجيل ما بعد صدور هذا الكتاب. هذا الكتاب أثر في كل من قرأه. هو كتاب بسيط جدا، مش كتاب فلسفي ولا كتاب تاريخ، هو كتاب متنوع اسمه أيام لها تاريخ. كتاب كتبه أستاذنا الكبير رحمه الله أحمد بهاء الدين. هذا الكتاب يتناول في فصوله بأسلوب أدبي شيق، هو لم يقدمه كدراسة علمية ولا أكاديمية ولا أرخ فيه، هو كان فيه بيأخذ دور الحكاء الراوي بأسلوب بسيط. الكتاب حجمه متوسط، طبع سنة 1954 أول طبعة، وبعد كده طبعه سلسلة كتاب اليوم، وبعد كده راح لدور نشر عديدة. بقى هذا الكتاب أكثر الكتب توزيعا لأحمد بهاء الدين، ويمكن أكثر الكتب توزيعا عموما. يعني هذا الكتاب لا يمكن أن تجده في مكتبة ولا تمتد يدك إليه لقراءته أو شراؤه. أنا واضح جدا طبعا أنا مفتون بهذا الكتاب لأنه قرأته مرارا وتكرارا، وسأقرأه إن شاء الله مرة تانية، لأنه بيتناول التاريخ قصص وحكايات بأسلوب بديع. بيبدأوا بمقدمة في منتهى البساطة بيبين أهمية التاريخ في حياة الإنسان، وبيقدم تعريف إنه الإنسان أفضل تعريف ليه إنه هو كائن ذو تاريخ وليس حيوان عاقل ولا حيوان عاطفي، أو يعني ما فيش تعريف أقنع أحمد بهاء الدين غير إنه الإنسان حيوان ذو تاريخ. بيبدأ أول فصول الكتاب بفصل ممتع جدا عن الأدباتي خطيب الثورة، عن عبد الله النديم. عبد الله النديم كلنا يعرف هذا الاسم، كلنا عارفين من هو عبد الله النديم وما هو دوره في الثورة العرابية وما بعد الثورة العرابية. تحدث عن رحلة هروبه، عن تجربته مع الأدباتية اللي هو كان الأدباتية دول كانوا ناس بيسرحوا في الشوارع وفي الموالد، كل واحد ماسك طبلة بيغني بطريقة معينة، أبيات شعر رباعيات مكتوبة بقافية ونظام معين في الإلقاء لهم فيها. فكان عبد الله النديم برع في هذا الفن لدرجة أنه كانت بتعقد له مجالس رغم أنه مش أدباتي، لأن أدباتي أيامها ما كانش في فرق كبير بين الأدباتي والأراداتي، لكنه هو برع في هذا وقدم هذا الفن بشكل شعبي وجذب انتباه الوسط الثقافي المصري في ذلك الحين. عبد الله النديم اشتهر فيما بعد انه خطيب الثوره العرابيه لانه كان صحفي مثقف ومسرحي، مثل ادوار على المسرح، كتب مقالات، تعرض بسبب هذا لمشاكل كثيره في حياته ستقراها في الكتاب. هناك برضو فصل اخر رائع جدا عن ثوره 19، بيتخذ منها اللي هو جوهر الصراع الاجتماعي والسياسي المصري ما بين شخصيتين، شخصية سعد زغلول وشخصية عدلي يكن. صراع ما بين الشعب، طبقات الشعب المصري على اختلافها، من الطائرة سعد زغلول هو مش من الطبقة الارستقراطية ولكنه كان من طبقة الميسورين، لكنه في النهاية بينتمي للشعب. مثل سعد زغلول طبقات الشعب المصري أمام الطبقة التركية أو أحلافها، اللي هي الطبقة التي عاونت الاستعمار اللي كان بيمثلها عدلي يكن. هو فصل يمكن أطول فصول الكتاب لأهمية هذا الصراع في حياة الأمة المصرية ما بين سعد زغلول وعدلي يكن، كيف انحازت الأمة لسعد زغلول. في فصل تاني في الكتاب رائع جدا بيتناول قضية من أخطر القضايا
وهي قضية الإسلام وأصول الحكم، الكتاب اللي أصدره الشيخ علي عبد الرازق واللي هو بسببه سحبت منه شهادة العالمية، والكتاب حتى هذه اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها بيثير أصداء بما طرحه من إشكاليات في الخطاب السياسي الإسلامي. وأعتقد أنه كتاب علي عبد الرازق هو نموذج تجديد الخطاب الديني السياسي، أنه علي عبد الرازق لم يكن يدعي أنه علماني ولا ليبرالي ولا اشتراكي والكلام ده، هو من منطلق إسلامي بحت للاستناد للآيات والوقائع التاريخية والأحاديث، أثبت أنه الإسلام دين أرقى من أنه هو يكون مشروع سياسي فقط، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نبي لهداية هذه الأمة وليس حاكم، وهو دمر بها نظرية الخلافة الإسلامية، لأنه كان في محاولات من الملك فؤاد أنه هو يعلن الخلافة الإسلامية من مصر بعد سقوط الخلافة العثمانية. احنا بنقول الخلافة الإسلامية اصطلاحا، لكن الخلافة العثمانية وما قبلها طبعا الإسلام لم يكن ممثل فيها، كان والخلفاء كانوا خاضعين لحاجات كتير جدا إلا الدين يعني. فتستعرض بسبب هذا الكتاب الشيخ علي عبد الرازق إلى محنة كبرى. القصة بيحكيها بأسلوب جميل ورائع في كتاب أيام لها تاريخ. هناك قصة زواج الشيخ علي يوسف، والشيخ علي يوسف ده كان رئيس تحرير المؤيد، كان جريدة لها مكانتها العليا في مصر، وكانت صحيفة بتعبر عن تيار وطني، كان هو مع ولائه للخديوي عباس، لكن الولاء للخديوي عباس ما تعارضش مع الوطنية. هذه الجريدة كتب فيها كبار الكتاب والأدباء والشعراء، وكانت لها صدى كبير داخل المجتمع المصري. كان تزوج هو وهو رئيس تحرير من السيدة صفية بنت الشيخ السادات، اللي هم كانوا قمة الطبقة الأرستقراطية الاجتماعية، مش الاقتصادية يعني، لهم مكان، اللي هم السادات اللي هم النسل الشريف المنسوبين للنبي صلى الله عليه وسلم. وحصل خلاف بعد عقد قران بنت الشيخ السادات على علي يوسف، تردد الشيخ السادات انه يتم الزواج لانه علي يوسف اعتبروا انه هو من الفلاحين المصريين اللي ما لهمش اصول، بينما هي بنت الحسب والنسب، وتم رفع قضية بذلك، والقضية للأسف حكمت بالتفريق ما بين علي يوسف وزوجته السيدة صفية. ومن خلال القصة يأخذنا أحمد بهاء الدين إلى هذه الأحداث ببراعة شديدة جدا، وبيعيشنا معاه كأننا نرى الشيخ السادات ونرى السيدة صفية. هناك أيضا فصل عن أزمة محمد فريد، الفصل ممتع جدا، جلاء والدستور الفني الجميل، قد ايه الاهتمام بالجانب الفني كان متماشي مع قضية الجلاء وقضية الدستور في حياة الزعيم الوطني العظيم رحمه الله، وكلنا عارفين قصته، الزعيم محمد فريد. الكتاب ممكن خلال يوم او جلسة طويلة تتفرغ له، لانه ما اعتقدش انك انت ممكن تمسك كتاب ايام لها تاريخ وتعمل حاجة تانية غير انك انت تقرأ هذا الكتاب. فصوله في غياب الإمتاع في عجالة جديدة جدا. أنا يعني دعوتكم لقراءة هذا الكتاب وتجولت في بعض فصول الكتاب، لكن الأمتع أنك أنت تقرأ هذا الكتاب، وسهل الحصول عليه سواء نسخة ورقية أو نسخة من على النت. لكن أدعوكم جميعا في ظل الاحتفاء والاحتفال بذكرى ثورة 19 اللي هي من أعظم الأحداث في تاريخ مصر، ممكن نستعيد الأجواء دي في قراءة أيام لها تاريخ. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله مع كتاب آخر. استودعكم الله إلى هذا الحين. اقلب الصفحة، اقلب الصفحة مع محمد شمروخ.